وكمان واضح ان الكاميرا is very different. Realme السنة دي عاملين تطورات وتجديدات كتيرة جدا وحاجات فيها ابداع بطريقة مختلفة قوي. واعتقد ان ده مش بس لحد دلوقتي، لسه في مفاجآت هما شايلينها لنا لاخر السنة. فاعتقد ان انا حابة ان انا اسمع اكتر عن الاستراتيجي بتاعت Realme لاخر السنة، فرحبوا معايا بغادة يحيى، هي ال PR manager بتاعت Realme. Please welcome غادة يحيى. مساء الخير، رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. الحقيقة انا حابة قبل ما ابدأ بس اقول كلمتين كده لكل الموجودين معنا. بشكركم بشكل كبير جدا على وجودكم معنا وعلى دعمكم اللي دايما سبورت اس في كل حاجة. الحقيقة لولا دعمكم وكمان تطلعاتكم على كل ما هو جديد للتكنولوجيا ما كناش وصلنا للي احنا فيه. خليني اشارككم رؤيتنا عن Realme وكل ما هو جديد في 2024. الحقيقة السنة دي سنة مهمة جدا في رحلتنا، دي سنة الريبراندنج، دي سنة اللي احنا غيرنا فيها شعارنا، وكمان مش بس كده احنا كمان هنقدم مفاجآت تانية كتير السنة دي ان شاء الله تعجبكم. الفترة اللي فاتت احنا كنا دايما مركزين على الابتكار وعلى التفكير والعمل على كل ما هو يقدم من احدث التقنيات والتصاميم الجذابة. خلوني اقول لكم خلال الفترة اللي فاتت في الخمس سنين واجهتنا قد ايه تحديات، منها كورونا ومنها نقص من مكونات الانتاج، بس الحقيقة ده ما قدرش ان هو يوقفنا
ولا يعطلنا على اي حاجه، بل بالعكس احنا قدرنا نحقق 200 مليون شحنه في وقت قصير. والحقيقه ده ادانا زي ثقه وايمان كبير ان احنا ماشيين صح، وقد ايه اللي احنا بنقدمه ليه معنى كبير لكل الشباب في كل العالم. خلوني سريعا اقول لكم انجازاتنا. احنا في خلال العشر سنين اللي فاتوا كنا البراند الوحيد الجديد اللي قدر يدخل قائمه العشر الاوائل في صناعه مجال الهواتف، وكمان احنا العلامه التجاريه الاسرع نموا في مجال الهواتف. وغير كده احنا قدرنا نوصل ل 100 مليون شحنه في وقت قصير، وكمان تم تصنيفنا لاسرع علامه تجاريه نموا لل 5G في العالم. وفي 2023 قدرنا نحقق المركز السادس في العالم والمركز الخامس في اكتر من 30 دوله. والحقيقه ده كان انجاز كبير في وقت قصير مع منافسه شديده جدا مع الشركات الاخرى. هنا كنا وصلنا ل 200 مليون شحنه زي ما قلت لكم، بس زي ما هنشوف احنا من بدايتنا في 2021 وصلنا ل 100 مليون، وده كان وقت قصير قوي من بدايتنا، وبعدها في وقت مش كتير وصلنا ل 200 مليون. والانجاز ده الحقيقه احنا دايما فخورين بيه، لان اتحقق في ظل ظروف كانت فيها تحديات صعبه كتير جدا عالميه، وزي ما قلت لكم كان في منافسه شديده جدا. هنا احنا كنا غيرنا شعارنا من دير تو ليب لميك ات ريل. احنا كنا دايما مركزين على الجرأه وعلى الابتكار والعمل والمجازفه في دير تو ليب، لكن مع ميك ات ريل احنا هنفضل مكملين على نفس الروح دي والجرأه دي، لكن بشكل اكبر على فهمنا لاحتياجات الشباب واهدافها، وده اللي هيخلي الشباب يتمتعوا بتجربه مع احدث التقنيات وتصاميم جذابه. الحقيقه اللي بيميزنا عن اي علامه تجاريه تانية ان احنا دايما ملتزمين اتجاه اهداف الشباب، وعشان كده احنا كمان قدمنا احدث التقنيات وتصاميم جذابه جدا اللي احنا هنكتشفها النهارده في سلسله الريدمي 12 برو. مش بس ركزنا على التصاميم، احنا ركزنا على الكاميرا بشكل كبير جدا لان هي من اولويات الشباب دلوقتي. حاجه تانية انتوا اكيد عارفين ان الكاميرا 200 ميجا بكسل هي المعيار دلوقتي في تجربه التصوير وكمان في الاجهزه الرائده، لكن احنا شفنا ان ده وقته انتهى خلاص، ده وقت البيريسكوب. وده اللي حققناه في الريدمي 12 برو سيريز، واللي احنا فخورين ان احنا قدرنا نحقق ميزه زي دي في الفئه دي، لان احنا الوحيدين اللي موجودين في الفئه دي بالخاصيه دي. وده اللي هيخلي ان احنا نقدم جيل تالي من التصوير مع احدث التقنيات ومع تصميم متميز جدا في سلسله الريدمي 12 برو، وهنقدر ننافس بيها الاجهزه الرائده من حيث التصوير وامكانياتها. وده اللي هكلمنا عليه اكتر النهارده زميلي محمد سالم، هتعرفوا اكتر مواصفات وديتيلز اكتر عن سلسله الريدمي 12 برو. انا كنت مبسوطه جدا اني معاكم النهارده، وبشكركم جدا جدا على وجودكم معانا. شكرا. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا محمد سالم، ماركتنج مانجر ريدمي ايجيبت. مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده ومتشجع اكلمكم عن واحد من اهم التليفونات اللي هيتم اصدارها في السوق المصري السنه دي، وهو ريدمي 12 برو سيريز. زي ما عدناكم في السنين اللي فاتت كنا دايما بنهتم بادق التفاصيل، وكان التصميم او البريميوم ديزاين هو واحد من اهم الجولز اللي بنحاول نقدمها او الاوبجكتيفز اللي بنحاول نقدمها. عشان كده كملنا المسيره دي في ريدمي 12 برو سيريز بان عملنا كولابوريشن مع واحده من اكبر اللوكجري ووتش براندز وهي رولكس، تساعدنا في التصميم بتاع الريدمي 12 برو سيريز. خلونا نتعرف اكتر عن الستوري بيهايند التصميم مع الشيف ديزاينر اوف رولكس اوليفر سافيو من خلال الفيديو ده، واعرف رايكم بعد الفيديو. There is beauty in precision. I follow the Swiss watchmaking tradition of the 18th century. Precision for me is not the same as accuracy. When you commit yourself with your entire soul to the details, you create something of an everlasting quality. For my partnership with Realme for the 12 Pro series, I wanted to capture the precision of timepiece through classic design element. The fluted bezel, a stunning 360 degrees effect,
created through countless hours of cutting, polishing, and grinding. The sunburst and added layers of texture that perfectly complements the lens. The Jubilee bracelet, a single clean line for the look of luxury at the glance. Precision in watchmaking meets precision in performance. The Realme 12 Pro series, the beauty of precision. زي ما شفنا الفيديو وعرفنا بريف صغير عن الستوري بيهايند البريميوم ديزاين اللي بيقدمه Realme 12 Pro Series، خلونا نتعرف اكتر عن الالوان الموجوده من التليفون. واول لون فيهم السبمارين بلو المفضل بالنسبه لي عامه. تاني لون هو النافيجيتور بيج. بعد ما عرفنا الالوان خلونا ناخد كلوزر لوك على التصميم وعلى الايفكتس او الكرافتسمانشيب اللي موجوده في الموبايل من خلال الفيجن لادر المستخدم والجولدن بيزل اللي موجودة في ظهر التليفون من خلال الفيديو ده. Explore the spirit of beauty from the deep sea. Realme 12 Pro Series. Capturing the precision of luxury watches with the touch of human vegan leather. For the first time with periscope lens technology, pushing the boundaries of telephoto photography. Classic design, next gen imaging. This is the Realme 12 Pro Series. Be a portrait master. تمام، بعد ما شفنا الفيديو وشفنا الحرفية اللي اتعمل بيها التليفون، قدرنا نتوصل لثلاث نقط مهمة جدا بيخلوا Realme 12 Pro Series Luxury Watch Design Phone زي ما الكتاب بيقول، أو هو ماستر بيس في تيمز اوف ديزاين، بسبب الكرافتسمانشيب اللي موجود في التليفون، الكومبلكس ستراكشر من أول الفيجن ليذر والبيزلز أو جولد بيزلز، ده خلانا نقدر نحصل على بريميوم ديزاين. زي ما اتكلمنا عن البريميوم ديزاين وزي ما الديزاين هو أول حاجة بتخطف العين وهو مهم جدا لليوزرز بتوعنا الشباب، كمان كنا عايزين ناخد ستيب فيردر أو نزود الجولز بتاعتنا بإن احنا نعمل نكست جن ايميجنج، مش بس بريميوم ديزاين لكن تجربة تصوير مختلفة ومبهرة. عشان كده Realme 12 Pro Series هو النكست جنريشن من التصوير أو التصوير بالهاتف، وده هنتعرف عليه من خلال خمس نقط مهمة جدا بتخلي Realme 12 Pro Series برغم ان هو ميد رينج فون يقدر ينافس اقوى الفلاج شيبس في الماركت واقوى فلاج شيبس في السوق. اول حاجة هنتكلم عنها هتبقى السوني مين كاميرا، كمان البيريسكوب كاميرا وهي اول بيريسكوب كاميرا في السيجمنت دي، مش بس كده السينماتيك بورتريت الرودومين الجوريثم، وكمان ال 120x زوم اللي بيتفوق فيها Realme 12 Pro Series عن اقرب المنافسين ليه. خلونا نبدا مع اول حاجه واول حاجه بتبوزيشن بيها البرودكت بتاعنا وهو Realme 12 Pro Series وهي البيريسكوب كاميرا. زي ما احنا شايفين كل البراندز في الميد رينج او كل البراندز في الفئه دي بيبتدوا يروحوا للميجا بيكسلز العاليه او ان هم بيهتموا اكتر ان يوصلوا بعدد ميجا بيكسلز اكبر، لكن ده ممكن ياثر ساعات على الكواليتي او البرفورمانس بتاعت الكاميرا. عشان كده احنا كنا شايفين ان البيريسكوب لينس او البيريسكوب كاميرا هي التكنولوجي بتاعت الفيوتشر. عشان كده Realme 12 Pro Series هيقدر ينافس مش بس الميد رينج فونز لا كمان الفلاجشيب فونز. زي ما احنا شايفين هنا السوق متقسم لثلاثه تايرز، ناس بتعتمد على الميجا بيكسلز او ال 200 ميجا بيكسلز، وفي نفس الوقت تاير 3 بيعتمد على لوور لينسز او كواليتي تصوير مش احسن حاجه. عشان كده احنا كنا عايزين نعمل الايكويشن بتاع التليفون يعني الفاليو بتاعه موجود وفي نفس الوقت البرفورمانس او الايمجنج تكنولوجي اللي فيه موجوده، وده خلانا بنعتبر ان Realme 12 Pro Series يقدر ينافس في الفلاج شيب تايل. طيب ليه اقدر انافس في الفلاج شيب تايل؟ مش بس عشان انا عايز اقول كده او ده البوزيشن بتاع التليفون بتاعي، لا انا عايز اقدم تجربه تصوير مختلفه ثرو ا بيجر سنسر، يمكن اكبر سنسر من اقوى الفلاج شيبس الموجوده في الماركت زي جالكسي اس 24 الترا والايفون 50 برو، وطبعا زي ما كلكم عارفين سنسر اكبر يعني كواليتي احسن. ودي نظره سريعه ازاي Realme 12 Pro Plus
برغم ان هو ميد رينج برودكت يقدر ينافس اقوى الفلاج شيبس في السوق. ليه؟ عشان هو البست ان كلاس سوني او اي اس سنسور ان سيجمنت. مش بس كده، هو الفيرست بيريسكوب لينس ان سيجمنت، اول تليفون يتم دعمه بعدسه البيريسكوب في الفئه السعريه دي، وفي نفس الوقت هو اللارجست تليفوتو سنسور الريليس جلوبالي، مش بس هنا في السوق المصري او في الاندستري في مصر، لا ده عالميا. وكمان بيتفوق على كل الفلاج شيبس بان هو سوبر 120 اكس سوبر زوم. عشان كده ريلمي 12 برو سيريز مستريح من الاخر، يقدر ينافس الفلاج شيب فونز ويب ات ا لوور برايس، ودي كانت او ريمين ايه. طيب عشان شفنا الارقام بس عايزين ناخد ده شويه اون سوليد جراوند، فخلينا نبص على الفروقات في الصور او في النتائج بين التصوير بين ريلمي 12 برو بلس وايفون 15 برو على مود 3 اكس اوبتيكال زوم. زي ما احنا شايفين هنا الإضاءة هنا أوضح، الريزوليوشن أحسن كتير، مع إن الليل يعني مع إن ده نايت مود يعتبر. مش بس كده، كمان في جزء تاني من الصورة لسه الفوكس أو الصورة مش بيكسليتد وباينة جدا التفاصيل أو الكلاريتي أقوى في ريلمي 12 برو بلس. طيب دي مجموعة من الصور بنقارن بيها الفروقات ما بين الثلاث تليفونات أو التليفونين الفلاج شيبس الموجودين في الماركت اللي احنا عايزين بريمي 12 برو بلس ان احنا ننافسهم ونتفوق عليهم من ناحيه الايمجنج اكسبيرينس. خلونا ناخد نظره عن الفروقات في الصور. هنا اول ما بدانا نستخدم ال 3 اكس بيريسكوب تليفوتو ابتدينا نقرب شويه على التفاصيل، قربنا اكتر تاني اكس زون. لسه ريلمي 12 برو بلس محافظ وبقوه على الكاليتي والديتيلز الموجوده مقارنه بالاذر فلاج شيب فونز زي سامسونج اس 24 الترا وايفون 15 برو ماكس. طيب زي ما اتكلمنا على البيريسكوب، وزي ما البيريسكوب لينس هو الوحيد اللي في السيجمنت دي المزود بيها ريلمي 12 برو سيريز، كمان المين كاميرا في ريلمي 12 برو سيريز بتيجي بالسيجمنت ليدنج سوني اي ام اكس 890 سنسر. سنسر بيديك بيرفورمانس عالي جدا في التصوير، بيضمن لك اداء قوي جدا للكاميرا. زي ما احنا شايفين هنا لارجر سنسر، الاستابلايزيشن بتاعته في الاو اي اس والاي اي اس بيديك تجربه تصوير مختلفه عن غيره من الكومبيتيتورز. وعشان احنا كان هدفنا ان احنا نطور من التصوير بالهاتف، عملنا الشراكه دي مع شركه سوني. خلونا نتعرف اكتر على الشراكه دي وازاي نقدر وازاي قدرنا نحقق تجربه تصوير مختلفه ثرو السيريز الجديده من السينيور دايركتور اوف سوني هيمسيلف. Hello everyone, I'm Katsumi Toma from Sony. Sony has been an industrial leader in the field of imaging sensor for nearly 50 years, leading the development of some of the greatest advances in the sensor technology over the years. In the era of the mobile imaging, Sony sensors have always been the preferred choice for top flagship devices. Sony's Lightyear brand, entirely dedicated to the mobile imaging sensor, is one of the top choice available today. With Lightyear, we are committed to making the greatest sensor technology that opens up what our customers can capture with their phones. The Realme GT Pro is not only the Realme's first flagship phone to use Lightyear 8OA sensor, but also paired with our cutting-edge technologies like the industry's largest periscope telephoto, the IMX890. After this successful partnership, the collaboration between the Realme and Sony imaging teams has strengthened even further. Today, I'm really pleased to announce that the Realme 12 Pro series will come fully equipped with Sony's flagship sensor. Each sensor has undergone extensive calibration and optimization between Realme and Sony. The Realme 12 Pro Plus features Sony IMX890 with a 1x1.56-inch large sensor size support, 50 megapixel, all pixel autofocus, and optical stabilization. The Realme 12 Pro is equipped with a 50-megapixel Sony IMX880 sensor that supports optical stabilization. The Realme 12 Pro series can capture the beauty of each moment with
rich detail on the distinct lighting and shadow. Thanks to Sony's powerful sensor and the advantage brought by the Realme's MasterShot algorithm, this makes the 12 Pro series suitable for both everyday shooting and professional level photography. Sony aims to give consumers the freedom to capture the beauty of the emotion as they were intended. While Realme is a tech brand that better understanding for young users, so we really hope that the more young users will use the Realme number 3 to capture moments of their youth filled with the emotion and the character, thanks to the next generation imaging insight. زي ما شفنا في الفيديو الكولابريشن كان الايم بتاعه ان احنا ثرو السوني سنسرز وكاميرا سيستمز ان احنا نقدم تجربه تصوير مختلفه للشباب ثرو اور نيوست ريلمي 12 برو سيريز. عشان كده زي ما احنا شايفين السنسرز او السوني سنسرز بتقدم لك او المين كاميرا بتاعت ريلمي 12 برو بلس بتقدم لك ايمجز كواليتي عاليه جدا، في نفس الوقت اللايت اند شادو اقرب حاجه للحقيقه. زي ما هنشوف هنا دي صورة بتوضح الفرق بين Realme 12 Pro Plus مين كاميرا والNote 13 Pro Plus مين كاميرا. زي ما هو واضح في الصورة، الصورة هنا أوضح، الكلاريتي بتاعتها أعلى، التشبيه بتاع الألوان أقوى بكتير، بالنسبة لللايت والشادوز كمان هو هنا أفضل بكتير من أقرب المنافسين. يعني تلخيصا للكلام ده، دلوقتي التالي فوتو تكنولوجي بقت أسهل through Realme 12 Pro Plus والRealme 12 Pro. خلونا كمان ما ننساش حاجة مهمة جدا وهي السينماتيك بورتريتس. احنا كنا زي ما بدأنا كلامنا عايزين نطور من تجربة التصوير للمستخدم، فعشان كده قلنا نجول اكس ام اي ونخلي السينماتيك فيل او السينماتيك شوتس تبقى اسهل للناس بطريقة بروفيشنال yet very easy to use. عشان كده بس قبل عشان كده كنت هنسى عايز اسألك سؤال سريع كده قبل ما نبدا، يعني قبل ما نتكلم اكتر عن السينماتيك بورتريتس، فكركم A او B هو متصور بالايفون بورتريت؟ حد عنده جسم A او B؟ A B. طيب A تمام. طب خلونا نشوف A متصور بسامسونج جالكسي S23 الترا، B هو Realme 12 برو بلس، وللاسف ايفون 15 برو ماكس. زي ما هو واضح هنا الفرق في السينماتيك بورتريتس رهيب من حيث تشبع الالوان، الوضوح، الكلاريتي، البرايتنس، كل حاجه افضل في ريلمي 12 برو بلس. عشان كده احنا كنا عايزين نخلي السينماتيك بورتريت تكتسح السوق او تتفوق على الفلاجشيب فونز. عشان كده عملنا كولابوريشن بنشوفها واحده من انجح الكولابوريشنز اللي عملناها في السنين اللي فاتت، وهي مع واحده من افضل السينماتوجرافرز اللي موجودين اراوند ذا جلوب، وهو كلاوديو ميراندا، ومن اشهر اعماله هو لايف اوف باي وتوب جان وذا كيوريوس كيس اوف بنجامين باتن. كلها افلام اتفرجنا عليها وحبيناها، حاولنا ننقل تجربتها واحساسها في تليفون تبقى بتستخدمه يوميا معاك في ايديك. دي سامبلز من الصور اللي تقدر تاخدها في السينماتيك مود او في السينماتيك بورتريتس مود من خلال Realme 12 Pro Plus. خلونا نتعرف اكتر على الصور. ومش بس كده، كمان زي ما اتكلمنا على السينماتيك بورتريتس، دلوقتي هنتكلم عن فيتشر مهمه جدا لناس كتير وهو ال 120x زوم. ابعد من يعني كل الفلاجشيبس دلوقتي بقى فكره الزوم عندها مهم جدا، وان احنا نحافظ على الكلاريتي او ان ما يبقاش فيه بيكسليشن حتى في اقصى الزومينج بروسيسز، وده اللي بنحاول نقدمه ثرو الريلمي 12 برو بلس بقدره 120x زوم. وفي الفيديو اللي جاي هنقدر نشوف ان انت تقدر تشوف ابعد اوبجكت بالنسبه لك وستيل تحافظ على الستابلايزيشن المناسب وفي نفس الوقت ما تفقدش الكواليتي. مش بس كده، Realme 12 Pro Series بيقدم لك قدرة المالتي فوكال لينث وايل شوتينج، يعني أنت تقدر تستخدم الزومينج إيفكتس زي ما أنت عايز وستيل كل ما هتقرب
كل ما الاوبجكتس بتكبر بس ستيل يو كان سيف يور فوكس او تقدر تحافظ على نقاء الصوره او الكواليتي بتاع الصوره زي ما هو موضح في السامبل فوتوز دي. فده خلانا او ده خلى ريمي 12 برو سيريز هو اول تليفون في الفئه السعريه دي او في الميد رينج بيجي بالمالتي فوكال لينث فوكس. عشان كده احنا فيري كوميتد ان احنا ننافس كل الفلاجشيب فونز. طيب زي ما اتكلمنا عن فيتشرز بتاعت الكاميرا خلونا ناخد راوند سريع ثرو الفيديو ده بيكلمنا اكتر عن الديتيلز بتاعت الكاميرا والتطور اللي عملناه في الايمجنج تكنولوجي ثرو ريمي 12 برو سيريز. Introducing the Realme 12 Pro Series with unmatched portrait photography and an all-new camera calibrated by an Oscar-winning cinematographer. As a game-changer in smartphone cameras, the Periscope lens expands the limits of telephoto photography with greater zoom capabilities and higher photo quality. An advanced Super OIS brings stability to every shot for steady handheld shooting. All these new tools are available to us. The Realme 12 Pro Series has a periscope camera that can do movie-level quality portraits. You can take widescreen photos that are perfect for telling cinematic stories. Advanced algorithms specifically crafted for cinematic portrait shots simulate the look of professional cinema cameras with natural optical blur, enhanced light and shadow levels, and vastly improved skin tones. There are even more surprises inside. In making certain movies, you definitely want to have a visual tone that really can help you tell a different kind of story that you're trying to tell, whether it's being warm or cool. So the filters that come with the camera are very important to use to actually help you tell your version of your story. And that's not all. Realme's triple camera system gives you the freedom to capture five focal lengths all in one device, ensuring that at any distance, your images are crystal clear and perfectly composed. And when we say any distance, we mean any distance. We're ready to go. Our boundary-breaking 120x zoom drops the horizon right in your lap. بيقدم لكل المستخدمين تجربة تصوير مختلفة. عشان كده Realme 12 Pro Series is the best camera phone in segment. طيب زي ما شفنا الفيتشرز بتاعت الكاميرا كان لازم يبقى فيه دومين او الجوريثم بيساعد ان الكواليتي بتاعت الكاميرا او الصور تطلع احسن، وده كان بيقدر يعمله الفلاجشيب فونز اونلي زي ما احنا شايفين هنا، لانه بيحتاج بروسيسنج مهول، بيحتاج باور للبروسيسرز عشان تقدر تطلع احسن ريزلتس، وده اللي احنا حاولنا نعمله في Realme 12 Pro Series عشان نمنتين ان الكواليتي والبرفورمانس بتاع الصور بتاعتك او التصوير بروسس بتاعك يبقى سموذر ذان ايفر. عشان كده عملنا كولابريشن مع ذا فيمس كوالكوم كومباني فور تشيبسيتس عشان نكريت ذا سناب دراجون 7 اس جنريشن 2 عشان نخلي الالجوريثم او الرو الجوريثم دومين بتاعنا اقوى من قبل كده ويقدر ينافس كل الفلاجشنز. البرفورمانس اتحسن كتير قوي للدومين، وزي ما احنا شايفين بيساعدك ان انت تصور سوبر ايمج كواليتيز في نفس الوقت زي ما احنا شايفين هنا لايتنج اند شادو ريكونستراكشن بيحاول يعدل في الصوره من انترمز اوف اللايت اند شادو زي ما احنا هنشوف الاختلاف. كمان من حيث الكلاريتي الالجوريثم بيساعد ان الكلاريتي بتاعت الصور في Realme 12 Pro Plus تبقى افضل كتير زي ما هنشوف دلوقتي.
مش بس كده، كمان بالنسبة للديناميك رينج زي ما احنا شايفين بيعدل الديناميك رينج، الصورة بتبقى أفضل كتير. طيب زي ما قلت لكم وأز وي بروميست، ريمي 12 برو سيريز كان عليه أمال كتيرة قوي إن هو ينافس بقوة في السوق المصري. عشان كده دي نظرة سريعة عن أهم إمكانيات ريمي 12 برو سيريز في الإيميجينج سيستم، هننافس فيها أقوى الموبايلات أو أقوى الفلاجشيبس الموجودة في السوق وبميد رينج كويس. طيب شخصيا أنا بحب الراجل ده يا جماعة. أحب أقدم لكم ده أوفيشال دايركتور وفوتوغرافر أوف ذا إنترنت ذا ناشونال إيجيبشن تيم أحمد أدري، والليدنج فوتوغرافر بتاع أو الليتست كولابوريشن مع السوبر ستار أحمد حاتم اللي أنا برضو بحبه جدا وبقدره بصراحة، و I want to thank him so much. وهيكلمنا أكتر عن الإكسبيرينس بتاعته throughout the shoot و throughout استخدامه لـ Realme 12 Pro Series. Thank you, محمد. I'm honored to be في وسطكم النهاردة عشان أتكلم على التليفون الجديد Realme 12 Pro. التليفون ده أنا جربته في فوتوشوت very recently، وهنتفرج برضه تاني على الفيديو behind the scenes إيه الإمكانيات اللي بتقدمها لنا التليفون ده. بس سريعا كده قبل ما أخش في الموضوع، عايز أقول لكل حد النهاردة نبذة عن قوة كل التليفونات اللي معانا النهاردة وإزاي الواحد يقدر يستخدم تليفونه لأقصى الحدود. كل واحد النهاردة معاه تليفون، يعني فكرة النهاردة التكنولوجيز اللي بقت موجودة في التليفونات بقت بتسهل وبتقرب المسافات جدا جدا ما بين التكنولوجيز اللي موجودة في الكاميرات البروفيشنال سواء الفيديو أو البروفيشنال كاميراز الفوتوغرافي والتكنولوجيز اللي بتقدمها لنا الموبايلات. أنا كواحد فوتوغرافر بقالي بصور بقالي 20 سنة، I take a lot of consideration قبل ما بشتري الكاميرز اللي أنا بشتريها وكمان الموبايلز اللي أنا بستخدمها. تكنولوجيز النهاردة زي ما بقول قربت جدا جدا معايير التصوير النهاردة. أنا ممكن أحط صور بصورها بكاميرا بروفيشنال وصور تانية بصورها بالموبايل زي الريلمي، وأتحدى إن حد يقدر يفرق ما بينهم. طبعا دي بتبدأ خبرة شوية من المصور، بس برضو الآليات اللي موجودة والتكنولوجي اللي موجودة في التليفون بتسهل ده جدا على اي فوتوغرافر، لان الموضوع بينقسم الى شقين، الشق التكنيكال اللي كل كاميرا موبايل تقدر تقدمها، والشق برضو الفني اللي كل مصور بيقدر يستخدم الحاجات التكنيكال دي ان هو يقدم احسن صوره موجوده وازاي يقدر يستخدم الجهاز بتاعه. فانا كان عندي بريفليج ان انا فوتوشوت الاخير مع صديقي العزيز احمد حاتم عمر ان احنا نستخدم التليفون ونجربه مع بعض. خلينا بس الاول ريفريش الموضوع، وعايز اشارككم جدا الاكسبيرينس الجميل ده. نتفرج على الفيديو behind the scenes ونشوف ازاي قدرنا ان احنا نطلع اللوك اند فيل بتاع التليفون اللي انا حبيته جدا 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 لما استخدمته في فوتوشوت. فتعالوا نتفرج على behind the scenes ونبص في المعمل. ده كان الاكسبيرينس بتاعنا في الفوتوشوت اللونش بتاع 12 برو سيريز مع احمد، وكان اكسبيرينس لذيذ جدا وعايز اشارككم فيه برضو سريعا. اولا اللوك اند فيل بتاع التليفون، اتس ا فيري بريميوم اند اليجنت ديفايس
فaccordingly everything في الفوتو شوت has to be the same. بمعنى النهارده the phone is very sleek, it's very futuristic. الادجز بتاعته الديزاين بتاعه طبعا معمول it's a very premium design من الهيد ديزاينر بتاع رولكس. فكل ده برضو انا كفوتوغرافر and an artist I have to be aligned بالتكنولوجي ده واللوك اند فيل بتاع التليفون. فاكوردنلي اخذنا الارت دايركشن واللوك اند فيل والستايلنج للتصوير بالشكل اللي احنا شفناه ده. الصور دي صورتها بالريلمي 12 برو و I was very 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 impressed فعلا. يعني مش عايز اقول ان انا كان ممكن اصور الفوتوشوت كله اصلا بالتليفون بكاميرا التليفون فعلا, لان I want to touch on a few things ودي حاجات احنا كناس بروفيشنال في المجال بنقدر ان احنا نختارها او نركز فيها في التليفون. البريسايسنس بتاع الكاميرا والشاربنس دي حاجه مهمه جدا يا جماعه, بتفرق ما بين اي كاميرا موبايل. فكره ان ازاي الصوره بتطلع كلير او شارب. وال12 برو it has a very very sharp sensor اللي هو معمول من شركه سوني طبعا لاحسن بتطلع احسن عدسات في العالم. الشاربنس بتاع الصور هنلاقيها في الثلاث صور دول very clear and very sharp, نقدر نشوف وممكن حتى لو عملت زوم طبعا تبقى جباره. يعني حاجه كمان I want to touch on is the color tone وال color correction بتاع الصور. معظم الكومبيتيتورز للاسف الصوره لما بتيجي تتصور الواحد بيصورها بتطلع extremely يعني مش true tone بنسميها. true tone ده اللي هو اللون الحقيقي اللي الواحد بيشوفه او العين بتشوفه بتاعت البني ادم. الريلمي بيقدر يكابتشر ده in a very very detailed and precise way. فنقدر نشوف ان دي الصور الالوان بتاعتها دي من غير اي نوع من انواع الايديتنج يا جماعه برضه التنوين. الصور دي متصوره من التليفون على طول and this is what you see. ف it's 100% accurate without any retouching or editing. واخيرا يعني in my humble opinion الكاميرا بتاعت ال 12 برو ريلمي 12 برو I believe it's the best camera في الفون سيجمنت ده for the many reasons اللي انا لسه قايلهم قبل كده. الشاربنس الكلاريتي الكالرز بتاعت الالوان الاوبتيكال زوم بتاع التلسكوب لينز دي حاجه مش موجوده في اي عدسه من عدسات الكومبيتيشن اللي عندها. وانا صورت بكل التليفونات throughout my career وبقيت اصلا بصور اكتر بكتير بالتليفون. فالنهارده التكنولوجيكال ادفانسز اللي بتحصل في التليفونات وبالذات الريلمي 12 برو از بيوند امبرسيف. والواحد لازم لو بيحب التصوير فعلا وعايز ان هو يعني ايدجيكيت نفسه بحاجه زي كده شويه معلومات بسيطه عن ذا باور اوف ذا فون ان يور بوكيت ممكن تخلي الواحد يروح من واحد اماتشر لواحد بروفيشنال. انا بصور افلام بالتليفونات واي لونش ذا فيو فيلمز يوزنج ماي موبايل. And النهارده بالتكنولوجي الموجوده ده بيسمح لنا كده. صورت برضو ميوزك كليبس من A to Z بالتليفون. The power and the technology a phone has to offer النهارده is beyond impressive, especially the Realme 12 Pro. Thank you very much يا جماعه, و I had an honor and pleasure النهارده ان انا اكون معاكم. ان شاء الله نتفرج على الصور برضو جوه على صور الفوتوشوت كلها مطبوعه نقدر نبص عليها جوه في الكاميرا. Thank you. تاني يا جماعه صوتي واضح تمام. طيب احمد قال لنا وجهه نظره as a professional photographer ليه Realme 12 Pro Series هو البست كاميرا فور السيجمنت. انا برضو عايز اضيف على اللي احمد قاله ان في حاجات مهمه جدا بتساعد ان تجربه التصوير او ان التليفون ده يبقى الاقوى في الفئه السعريه دي, وهو البروسيسور. زي ما اتكلمنا Realme 12 Pro Series بيجي بسناب دراجون جنريشن 2 4 نانومتر بروسيسور اللي بيساعدك تستخدم الموبايل بسلاسه وبيديك قوه في الاداء throughout your day او throughout your usage. مش بس كده, عشان تشوف صور افضل لازم تكون السكرين بتاعتك اقوى. عشان كده Realme 12 Pro Series مزود بالنكست جنريشن فيتشر برو اكس دي ار. زي ما احنا شايفين تعديل في السكريننج او في الفيجن افكتس اللي في الصور او في الشاشه. كمان هو بيجي بأولد سكرين بمعدل تحديث 120 هرتز عشان تضمن لك تجربه رؤيه فريده من نوعها. وكمان هو ذا بيست ان كلاس كيرف ديسبلاي. زي ما احنا شايفين هنا الشاشه بتستحوذ على 93% من بادي التليفون, وده بيخلي الحواف تبان
تكاد تكون مش موجودة لأنه كيرف ديسبلاي، فبيديك تجربة رؤية أو إيمج يعني سينيري إكسبيرينس مختلفة تماما عن غيره من الكومبيتيتورز، بلس إن هو بيصل ل 950 نتس أو نسبة سطوع، يعني استخدامه خارجيا في الضوء هيبقى أفضل بكتير، السكرين هتبقى أوضح بكتير. كمان تليفون زي ده يعني فيه فيتشرز كتير قوية وفي بروسيسنج بيحصل كتير على مدار اليوم، ده محتاج 3D VC كولينج سيستم وهو ابجريدد في الفيرجن ده من ريلمي 12 برو سيريز، بيقلل معاك الهيتنج ثرو اوت اليوزج معاك الديلي، وده بيساعدك ان البرفورمانس بتاع التليفون يبقى سلس وشغال معاك على مدار اليوم مفيش اي مشكله خالص. بلس زي ما اتكلمنا عندي صور كتير، بصور كتير، الموبايل مني للتصوير بيشجع الناس اكتر انها تصور، فاكيد هبقى محتاج ميموري عملاق عشان اقدر احتفظ بكل الفيديوز والصور بتاعتي وكل الحاجات المهمه. عشان كده ريلمي 12 برو بلس بيجي فيرجن 512 جيجا بايت ودايناميك رام بيصل الى 24 جيجا بايت عشان تقدر تستخدم او تحتفظ بكل الميموريز بتاعتك او كل الملفات او الفيديوز بتاعتك بحريه تامه. كمان عشان مش بس تجربة التصوير مهمة ومش بس تجربة الأداء مهمة ولا أكيد الرؤية مهمة، يبقى أكيد كمان الساوند أو الـ يعني الساوند إفكتس أو التجربة الصوتية كمان مهمة. عشان كده ريلمي 12 برو سيريس مزود بدول سبيكر بتديك immersive feel و immersive experience. زي ما اتكلمنا على مدار البرزنتيشن وشرحت لكم ليه ريلمي 12 برو سيريس هو the best camera phone in segment، ده زي سامري سريع عن اهم الفيتشرز اللي بتميز التليفون بتاعنا، من اول السوني اي ام اكس 890 او اي اس كاميرا للتو فارينتس بتوع الميموري اللي بيجي ب 8 بلس 256 او 12 و512 جيجا بايت، كمان الكيرف ديسبلاي اللوجري ووتش ديزاين بيخلوا ريلمي 12 برو سيريس قوي جدا في المنافسه. ريلمي 12 برو سيريس ما كانش بس مفاجأتنا، كمان عندنا فايت تاني مهم جدا ولا يقل اهميه عن ريلمي 12 برو بلس وهو الريلمي 12 برو. وي ديدنت كومبرومايز خالص في ريلمي 12 برو، ريلمي 12 برو بيجي بنفس التصميم الانيق او التصميم المستوحى من الساعات الفاخره زي ما احنا شايفين، كمان بيجي بنفس اللونين اللي بيجي بيهم ريلمي 12 برو بلس، النافيجيتر بيج والسبمرين بلو، كمان نفس مواصفات الكاميرا العملاقه عشان نمنتين الايمجنج اكسبيرينس او الفوتوغرافي اكسبيرينس بتاعه كل المستخدمين. كمان ريلمي 12 برو مزود بنفس الشاشه اللي موجوده في ريلمي 12 برو بلس، ودي نظره سريعه عن كل امكانيات تليفون ريلمي 12 برو. طيب بعد ما شفنا كل الفيتشرز دي وشفنا قد ايه ريلمي 12 برو سيريس برو بلس سواء او كان برو ازاي يقدر ينافس اقوى الموبايلات في السيجمنت، خلوني اعرض عليكم زي نبذه سريعه ريلمي 12 برو سيريس بيتميز عن ايه عن اقرب الكومبيتيتورز او عن اقرب الفلاج شيبس ليه، سينس هو ميديم رينج فون، وهسيبكم انتوا تتوقعوا السعر طبعا اللي كلكم عارفينه اوريدي في الماركت، بس اتوقع اكيد هتبقوا عارفين الفرق المهول بين الفلاج شيب فونز اللي بتقدم لكم اكسبيرينس تصوير كويسه، لكن ميديم رينج فون بيقدم لك اولموست نفس تجربه التصوير، يمكن كمان بيتفوق في اسبكتس كتيره جدا، هسيبكم تتوقعوا السعر وايجاز هو يعني بيزد اون فاليو بيزد اون فيتشرز ريلمي 12 برو سيريس از ا فيري فيري فيس كومبيتيتور. طيب انا هسيبكم دلوقتي برضو مع لينا، انا برضو مبسوط جدا ان هي معانا النهارده وهتكمل معاكم وهتقول لكم اكتر عن البروجرام بتاعنا النهارده. ثانك يو يا محمد، وبقيت عايزه اخد تليفون وانا ماشيه من كتر ما بقيت متحمسه من كل الفيتشرز اللي انت اتكلمت معانا عليها. مبسوطه قوي ان انا جزء من النهارده وجزء من انطلاق الريل مي 12 برو سيريز، وكمان شكرا جدا ان انتم موجودين معانا. دلوقتي هيكون عندكم فرصه ان انتم تشوفوا الموبايل عن قرب في الاكسبيرمنت اريا، فتقدروا ان انتم تبتدوا تروحوا وتشوفوا الموبايل عن قرب وتشوفوا كل الفيتشرز اللي قعدنا نسمعها وقعدنا نشوفها هنا على السكرين، والاشرز هيجايد كل حد عايز يشوف الموبايل على قرب. مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم النهارده، واتمنى بقى ان انتم تستمتعوا بالبوينت بتاع الاكسبيرمنت بتاع الريلمي 12 برو سيريز. ثانك يو.